بعدين ندخل في موضوع المرض. أول ركيزة، أول شيء بدي أشجعك فيه لأنه أنا تشجعت فيه، لأني أنا أحبيته وكما كنت فاهمه، لكن الروح القدس عبر السنين فهمني هذا الموضوع. بدي أشجعك في هذا الوقت في برنامجنا لهذا اليوم أن تؤمن، أن تؤمن وتعلن، تؤمن وتعلن إنه الشفاء من حقك، ولك حق العيش بسلام، وعندك حق أنك تكون صحيح بصحة جيدة في المسيح يسوع لكونك ابن للرب، وقد أمر الرب بعزك، أمر الرب بشفائك، أمر الرب بحريتك. بداية البرنامج اعلن لو أنت مريض، خلي جواتك هذا الإيمان، قول معي هذه الكلمات: باسم يسوع المسيح الناصري أنا أؤمن أنه الشفاء من حقي، أنا أؤمن أنه الصحة من حقي، أنا أؤمن أنه العيش بسلام من حقي، أنا أؤمن أني لازم أكون صحيح، أني لازم أكون معافى، أني لازم أكون طبيعي، أنه لازم أكون بدون تعب وإرهاق وجهد وكل إعاقات تمنعني من أني أنا أكون إنسان عادي. أنا أرفض الآن من على جسدي. خلي جواتك هذه هذا الإعلان، خلي جواتك هذه المعلومة وابتدي فيها الآن. قول معي: باسم يسوع أنا أؤمن بالشفاء الإلهي من خلال قوة وعمل يسوع على الصليب لأجلي. أنا أؤمن. قول معي: أنا عندي الحق، أنا عندي الحق أني أعيش حياتي بصحة وبسلام، بدون إعاقة، بدون ألم، بدون التواء، بدون كسر، بدون تشوهات جسدية وخلقية. أنا عندي الحق. قل هاي الكلمات معي الآن، وقول معي أيضا: أنا بلغي كل حق آخر دخل على حياتي.